ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة، والهدف منها هو أن يكون لدى الطالب بنهايتها إجابات عن الأسئلة التالية: كيف يمكن معرفة نظام الإسقاط الذي تتبع له طبقة معينة؟ كيف يمكن إعطاء الطبقة نظام إحداثيات محدد؟ ماذا تعني هذه الرسالة التي تظهر في آرك ماب عند إضافة طبقة ما؟ لدى الجميع معلومات حول نظم الإحداثيات، والتي أشهرها نظام الإحداثيات الجغرافي Geographic System ونظام الإحداثيات الإسقاطي Projected System. نعلم أن هذه النظم الإحداثيات هي نظم إحداثيات لتمثيل النقاط على سطح الأرض. نضيف لها نظام إحداثيات الأمريكي وهو State Plane. هذا نظام الإحداثيات هو نظام إحداثيات جديد إلى حد ما، سنتحدث عنه بشكل منفصل بعد الانتهاء من هذين الجزئين. طبعا نظام الإحداثيات الجغرافي يعطينا إحداثيات لكائن ما على سطح الأرض بالاعتماد على الإحداثيات الكروية فاي ولمدا، بينما نظام الإحداثيات الإسقاطي نصل إليه من خلال تطبيق مجموعة من الخوارزميات الرياضية باختيار نوع من أنواع الإسقاط، فنحصل على نفس الإحداثيات الكروية لكن أين هي موجودة على سطح مستوي. هل الأمر بهذا الجمال؟ هل هو بهذه السهولة؟ لا يوجد أي إعاقات. بالطبع قد تحصل على تشوه في أحد الاتجاهات التالية، قد تتشوه المساحة، قد يتشوه الشكل، الاتجاه، المسافة. إذن نوع الإسقاط يتبع للهدف من هذا الإسقاط. مثلا عندما تكون الأهداف هي أهداف ملاحية، فإن الخطوط المستقيمة يجب أن تكون دقيقة، بالتالي نلجأ إلى إسقاط يحافظ على الاتجاه، وأشهر الإسقاطات التي تحافظ على الاتجاهات هو إسقاط ميركاتور كما نعلم كلنا. إسقاط ميركاتور هو إسقاط مطابق conformal. وماذا يعمل هذا الإسقاط؟ بهذا الشكل يشوه المناطق قرب الأقطاب، كذلك المسافات على كل الخطوط بالطبع ما عدا خطوط الاستواء. إذن يحافظ على الاتجاه كما يحافظ على الشكل. بهذا الشكل تكون عملية الإسقاط لميركاتور، إسقاط اسطواني كما نعلم جميعاً. من أشهر نظم الإسقاط المستخدمة لدينا هو ميركاتور المستعرض. هذا نظام الإسقاط الذي نتعامل معه في أركماب، أو أحد أمثلة عن نظم الإسقاط التي نتعامل معها في أركماب. في أركماب يوجد لدينا أكثر من 100 نوع من أنواع الإسقاطات. سنركز في هذا القسم من المحاضرة على 3 أنواع من نظم الإسقاط. النوع الأول هو هو ميركاتور، النوع الثاني هو روبنسون، والنوع الثالث هو هامر آيتوف. عمليا هامر آيتوف هو نظام إسقاطي أزيموث، يعني سمتي، وهو إسقاط معاكس إلى حد ما لإسقاط ميركاتور. فإسقاط ميركاتور إسقاط كونفورمال يحافظ على الشكل، بينما هامر آيتوف يقوم بتشويه الأشكال كلما ابتعدنا عن المبدأ. بالمقابل ميركاتور يقوم بتشويه المساحات أكثر باتجاه القطبين، لكن هامر آيتوف يقوم بالحفاظ على المساحات. لنتأكد من هذا الأمر نقوم بإضافة الطبقتين التاليتين. في GIS Tutorial نذهب إلى المجلد World ونضيف طبقة Ocean وطبقة Country. السؤال الأول الذي يجب أن نجيب عليه هو: هل لهذه الطبقة إسقاط؟ وإن كان لها إسقاط فما هو هذا الإسقاط؟ كليك يمين على الطبقة، ثم من Properties ومن التاب Source نجد أن هذه الطبقة لا يوجد لها نظام إحداثيات Projection، وإنما فقط نظام إحداثيات جغرافي GCS WGS Geographic Coordinate System، وهو WGS 1984. هذا هو نظام الإسقاط، نظام الإحداثيات الجغرافي الخاص بها. أوكي،
بالتالي كيف يمكن إضافة نظام إحداثيات إسقاطي لطبقة ما؟ من Layers كليك يمين ثم Properties، أي من Properties الخاص بالـ Data Frame، Data Frame Properties، وتلاحظ وجود مجموعة من التابات، تختار Coordinate System. من Coordinate System نذهب إلى Projected Coordinate System، ثم World، ثم نختار الإسقاط الذي نريده. لدينا هنا إسقاط ايتوف وأيضا روبنسون وميركاتور، بإمكانك اختيار الإسقاط الذي تريده. مثلا سنختار إسقاط ميركاتور العالمي. أوكي، نلاحظ كيف أصبحت الخريطة بهذا الشكل. هذا هو إسقاط ميركاتور. ماذا يعمل إسقاط هامر آيتوف؟ نقوم أولا بإضافة داتا فريم جديد من أجل المقارنة. نضيف داتا فريم من Insert، قائمة Insert، ثم Data Frame، فتظهر لدينا New Data View، ونقوم بإضافة نفس الطبقتين مجددا. أولا طبقة Ocean، ثم طبقة Country. ما هي نظم الإحداثيات لها؟ نفسها هنا WGS، بينما لا يوجد نظام إحداثيات إسقاطي. لنتأكد أولا، هل أصبح لهذه الطبقات نظام الإحداثيات ميركاتور العالمي؟ مجددا من أكليك يمين على الطبقة و Properties لها، نجد أن لا شيء قد تغير في نظام الإسقاط. بقي لهذه الطبقة نظام الإحداثيات الجغرافي فقط. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر أننا لم نغير في إسقاط الطبقة، وإنما فقط قمنا بتغيير الإسقاط في الداتا فيو وليس الإسقاط الخاص بالطبقة. للتأكد من ذلك، هذا الإطار غير مفعل بينما هذا الإطار مفعل. عندما يكون لون الإطار باللون الغامق بالتالي هو مفعل. لنظهر الإطار الأول مجددا، كليك يمين على Layers ونختار Activate، تفعيل، فيعود الإسقاط للظهور مجددا، إسقاط ميركاتور. من Layout يمكننا المقارنة بين الإسقاطين، من View Layout View، فيظهر لدينا الإسقاط الأول والإسقاط الثاني. نحن لدينا الحرية في تغيير طريقة العرض. طبعا مجرد كليك على الإطار يمكن التكبير والتصغير كما سبق وتم عرضه في المحاضرة السابقة. يمكن تغيير في الأبعاد الإطار بهذا الشكل من أجل المقارنة. كليك على الطبقة، كليك يمين Full Extent، أيضا كليك يمين Full Extent بهذا الشكل. طبعا هنا في هذا الإطار لم يتم التغيير حتى الآن. لنقوم بعملية تغيير Activate، ثم من أين؟ من إما View Data Frame Properties أو من اسم الإطار، كليك يمين و Properties. مجددا سنعطي نظام إحداثيات إسقاطي، إذن Projected Coordinate System، ثم من مجلد World نعود إلى Hammer ايتوف. سبق وذكرنا أن هامر آيتوف هو إسقاط
معاكس تقريبا لميركاتور. بالبحث عنه قليلا نجده هنا. اوكي، فيتغير العرض بهذا الشكل. يطلب من كل طالب إضافة 3 أطر من البيانات، 3 أطر من البيانات لأي طبقة تختارها. لنفترض على هذه الطبقات، لن نغير هذه الطبقات، من مجرد وورد في جي اي اس توتوريال لا نريد فقط إطارين وإنما 3 أطر. إطار تبين فيه كيفية تحويل إلى ميركاتور، ما هو نظام إسقاط ميركاتور. إطار يبين نظام إسقاط هامر آيتوف. وستضيف إطار ثالث يبين إسقاط روبنسون. ما هو هذا الإسقاط؟ لننظر إليه قليلا هنا. هذا هو إسقاط روبنسون. بالنظر فقط دقة الملاحظة يتبين لدينا ما الفارق بين روبنسون وهامر آيتوف. لنقارن روبنسون مع هامر آيتوف وميركاتور. قلنا أن هامر آيتوف شبه معاكس لميركاتور، بالتالي روبنسون ما هي العلاقة التي تربطه مع هامر آيتوف وميركاتور؟ هذا هو السؤال المطلوب الإجابة عنه في هذه المحاضرة. كما لا ننسى إضافة اسم كل إسقاط في أسفل اللاي أوت الخاص به. من أين؟ من insert و title أو text. أنت حر تضيف اسم الإسقاط هنا.